السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد الريادي الإخباري اللي غادي نطرقوا فيه آخر مستجدات فريق الرجاء البيضاوي، وكنتمنى منكم تعطيونا الآراء ديالكم، دعمونا بالضغط على زر الإعجاب مع التعليق على الفيديو والاشتراك في القناة لتشجيعنا على الاستمرار، وشكرا لكم. وغادي نبداو بالخبر العاجل اللي يتداول اليوم، وخبر مؤكد كيخص رئيس فريق الرجاء البيضاوي محمد بودريقة. محمد بودريقة ربما الأمور الآن بدأت كتجلى وبدأت كتتضح. هو الآن في إنجلترا كما كيقول أنه خضع لعمليتين جراحيتين على مستوى القلب. آخر فيديو ديالو ظهر أنه في الغرفة ديال الإنعاش أو العناية المركزة. لكن اليوم تداول خبر مؤكد أن المحكمة حكمت على رئيس فريق الرجاء البيضاوي محمد بودريقة بسنة موقوف التنفيذ مع غرامة مالية القدر ديالها 23 مليون سنتيم. بعدما تداول هذا الخبر بحثنا على هل الخبر مؤكد أو غير مؤكد. بعض الصفحات الرسمية اللي معروفة بالشفافية ديالها تأكدت بأن الخبر رسمي، خبر رسمي وأيضا خبر يعني موثوق منه. وزادوا وضحوا لنا أنه بالفعل كان هناك مشكل ديال الشيكات ديال محمد بودريقة، وأنه خلص المبلغ اللي كان مخصص لهذه الشيكات، وذلك داكشي علاش تحكمت عليه بالسنة مع وقف التنفيذ. هذا فيما يخص رئيس فريق الرجاء البيضاوي. الإشارة فمحمد بودريقة الآن مازال خارج المملكة المغربية، باقي في دولة إنجلترا. كي في فترة ناقها كما خرج نائب الرئيس ديال الرجاء البيضاوي عادل هالة وصرح أن محمد بودريقة غادي يرجع للمغرب بعد شهرين، لأنه غادي يبقى متبع البروتوكول الصحي حتى يرجع للمغرب. على العموم هذا فيما يخص رئيس فريق الرجاء البيضاوي محمد بودريقة. حاليا هو الآن في دولة إنجلترا وغادي يرجع للمغرب، ومازال أنه كيسير فريق الرجاء البيضاوي عن بعد، لأنه دار اجتماعات مع اللاعبين ومع الطاقم التقني عبر تقنية الفيديو. هذا فيما يخص أخبار فريق الرجاء البيضاوي، أيضا أخبار ديال رئيس فريق الرجاء البيضاوي محمد بودريقة اللي تداولت بشكل واسع. أما بخصوص أخبار الكروية ديال فريق الرجاء البيضاوي، فالقرعة ديال كأس العرش 16 فلاقات فريق الرجاء البيضاوي مع أولمبيك أسفي، مباراة كما غنعرفوها مباراة غتكون قوية، مباراة غتكون صعيبة، لأن كنعرفو أولمبيك أسفي فريق عنيد جدا، واستطاع الرجاء البيضاوي الانتصار عليه في مباراة ديال البطولة، وأيضا غيتلاقاو وياه في كأس العرش. أظن أن مسابقة ديال كأس العرش كتختلف كتير عن البطولة. الأفونتاج اللي عند الرجاء هي أنها هي المستقبلة في هذه المنافسة ديال كأس العرش، هي اللي غتستقبل أولمبيك أسفي وما غتمشيش للأسفي. هذا فيما يخص القرعة ديال كأس العرش. أما فيما يخص الأخبار اللي تداولت حول اجتماع بين اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي، الاجتماع اللي كان بيناتهم هذه آخر المعطيات اللي عطاونا، كان اجتماع بين اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي خاصة اللاعبين الأساسيين اللي اجتمعوا وخذوا قرار انهم غادي يطالبوا بالمستحقات ديالهم من المكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي. لكن تدخل يعني القائد ديال الفريق اللي كما كتعرفوا الرجل الحكيم اللي كاين بين اللاعبين هو انس الزنيتي. انس الزنيتي تدخل وصرح انه ماشي وقت ديال الاحتجاجات، ماشي وقت ديال الاجتماعات، وقال لهم خلوني انا مني المكتب المسير، المستحقات ديالكم غتاخذوها غتاخذوها، الهدف ديالنا الاساسي هو البطوله.
هادشي اللي كان صرح به أنس زنيتي اللاعبين، وصل لهم الرسالة أنه ماشي وقت ديال أنك تطالب بالمستحقات ديالك حاليا في هذه الظرفية هذه، لأنك كتخلص في الشهرية ديالك، كتاخذ بعد لي بريم ديال المباريات اللي في السي فيهم، إلا أنه ما عبر بكل صراحة أنه ماشي الوقت ديال تقديم أي يعني اعتراض على المكتب المسير، وقال لهم خلوا الأمور تبقى غادا. وصرح أنه كان عنده اجتماع مع المكتب المسير ديال فريق رجاء البيضاوي اللي كان ترأسه النائب رئيس فريق رجاء البيضاوي عادل الهالة، وعطاه وعود لأنس الزنيتي أنه يوصل رسالة للاعبين أنه المستحقات ديالهم المادية غادي ياخذوها، حتى لي بريم سينياتور غادي ياخذو في الوقت ديالو، لأنهم كاين واحد الظرفية صعيبة كيمروا فيها جميع الأندية ديال فريق ديال فرق المغرب وخاصة في البطولة المغربية. غياب الجماهير أثر بشكل كبير على خزينة ديال فريق رجاء البيضاوي، باش نكونوا واضحين، ماشي غير فريق رجاء البيضاوي، أيضا فريق الوداد، أيضا فريق طنجة، الفرق اللي عندهم ملاعب كبيرة وكانوا كيدخلوا الجماهير عانوا من هاد الترفيه هذه، خاصة أن الملاعب الآن كتعاود التجديد ديالها وغتولي بواحد المواصفات عالمية. على العموم أنس الزنيتي تدخل، أنس الزنيتي تلقى وعود من المكتب المسير أنه غادي تسلم واحد المنحة مالية اللي بالفعل وصلات منحة مالية لقدر ديالها 1.4 مليار سنتيم. يعني كنظن ان الاجتماع اللي كان بين اللاعبين الجواب ديالو غادي يكون في الايام القادمه بعد ما غيتوصلوا بشكل رسمي بالمنحه، لان المنحه موزعه عبر المستشارين ديال فريق رجاء البيضاوي وايضا رئاسه الجهه ديال الدار البيضاء اللي عطات واحد المنحه لفريق رجاء البيضاوي وايضا لفريق الوداد البيضاوي. هذه فيما يخص الاخبار ديال هذا الاجتماع هذا اللي تداول بشكل كبير عبر صفحات رجاويه، وأكدوا أن هناك يعني تمرد أو هناك يعني إضراب على التدريب، هادشي كامل كذو، ما منو حتى شي حاجة. الواقع كان اجتماع خفيف يعني ما كملش حتى 10 دقائق، جاوبهم الزنيتي يعني بواحد الطريقة ديال الحكماء وقال لهم بأنه المستحقة ديالكم غتاخدوها. بالفعل المكتب المصري الآن تلقى 1.4 مليار سنتيم، هذو مستحقة اللاعبين غادي ياخدوها. أما بخصوص هاشم دومينغو، فهاشم دومينغو كينتظر عودة رئيس فريق رجاء البيضاوي محمد بودريقة باش يتفقوا على يعني كما نقولوا على واحد الحل توافقي بين الطرفين، لأنه هاشم دومينغو رسميا ما يبقاش في الرجاء البيضاوي وغادي يتم الفسخ العقد ديالو بالتراضي مع فريق رجاء البيضاوي. أما بخصوص الدعوة اللي وجهها جمهور فريق رجاء البيضاوي لإدارة فريق رجاء البيضاوي بإعادة الحملة ديال طبع تذاكر المباراة اللي غتكون بويكلو بين رجاء البيضاوي وشباب السوالم، إدارة فريق رجاء البيضاوي وافقت على هذا القرار، وأيضا غادي تقوم يعني بطبع تذاكر رمزية، وأيضا أطالب الجمهور باش تساهم فيها. كما نجحت الحملة الأولى فكنظن أن الحملة الثانية حتى هي تنجح. على العموم هادشي اللي كاين في أخبار فريق رجاء البيضاوي، كنتمنى منكم تدعمونا بزر لايك مع التعليق والاشتراك في القناة. شكرا لكم وإلى اللقاء.